عاد للانضمام الينا الصحفي الليبي نعيم العشابي من اسطنبول عبر الهاتف. اهلا بك من جديد. كنت قد سالتك عن اعلان حفتر انطلاق عمليه سماها تحرير طرابلس بشكل رسمي، ما هي اخر تطورات هذه العمليه؟ واخر تطورات هذه العمليه تحديدا بان حفتر يتواجد او قوات تابعه لحفتر اليوم تتواجد في منطقه العازيات او العزازيات، وهي المنطقة ما بعد يعني أو على مشارف تقريبا طرابلس. هناك اشتباكات حصلت اليوم في كوبري 27 منطقة ورشفانة الزاوية، وقد تم أسر عدد يعني حسب ما أوردته وسائل التواصل الاجتماعي أسر عدد كبير من قوات تابعة لحفتر. ما أريد أن أوضحه أن القوة التي جاء بها حفتر في المنطقة الغربية هي قوة أصلا كامنة في المنطقة، وهي من اطراف ومناطق المنطقه الغربيه معظمها. نعم هناك مجموعات وكتائب من شرق ليبيا تتواجد من ضمن القوه، ولكن معظم القوه هم عناصر او مقاتلون تابعون لعمليه الكرامه في المنطقه الغربيه. لا شك ان هناك صراع واضح، وان التصريحات بعد ما بدات التحركات الحقيقيه للمواجهه بدا المجتمع الدولي فعلا يصدر يعني بيانات مطالبا بالتهدئه ووقف القتال وعدم يعني استمرار الصراع. لا ندري ماذا ستدور به الايام، ولكن نحن نعرف ان قوات حفتر كما فعل في بنغازي هناك يعني ليست هي المرحله الاولى، وربما عديد من المراحل. طيب لكن فرات وفرات يتقدم ثم يتاخر ثم يتقدم ثم يتاخر. طيب وربما هناك ايضا الكثير من المعلومات تفيد بان كل ما هذه التقدمات يسعى بها حفتر في المؤتمر الجامعي لأكثر مكاسب وأكثر شروط. طيب أستاذ نعيم، يعني بمقابل ذلك هنالك أنباء تحدثت عن سقوط مدينة غريان من دون مقاومة، ما السبب الذي أدى إلى عدم مقاومة الثوار في مدينة غريان، وهل هناك حديث عن خطة لاستعادتها مرة أخرى؟ سيدي يجب ان تعلم ان هناك مؤيدون لحفتر في المنطقه الغربيه، وهذه الحقيقه الغائبه التي ربما نتغاضى عنها. عمليه كرامه لها تأييد واضح في المنطقه الغربيه، لا ادري مدى كثافته ولكن هناك تأييد واضح. ما ذكرته يعني ما اوضحته الشاشات او ما اوضحته ايضا وسائل التواصل الاجتماعي في هذه النقطه بالذات لعدم وجود تغطيه حقيقيه هو دخول حفتر الى مدينه غريان، ولكن في الصباح تراجعه منها. لا ندري ما الذي يحدث تحديدا. كذلك ورشفانة يعني بالامس خروج مجموعه تابعه لقوات حفتر واغلقت البوابه، واليوم صباح اليوم كان هناك اشتباك على مشارف الزاويه في 27 تم اسر. يعني هي بدايه للاقتتال حقيقي وبدايه لتفاوضات، وربما لا ندري ما الذي يواجه حقيقة وما الذي ينسحب وما الذي يتفق. هناك يعني مسألة فيها كثير من الخضم ومن التجددات. يعني كيف هي الحالة المعنوية لقوات حفتر خصوصا بعد أن أعلنوا أسرى 20 جنديا تابعا لحفتر؟ والله هذه حالة لا أستطيع أن أجزم بها، ولكن نحن نترقب ما هي المرحلة الثانية أو المرحلة القادمة. هل سيتقدم حفتر صوب طرابلس أم سيتم أم سيتراجع أم سيتم يعني مواجهته ودحره وما إلى ذلك. هناك يعني الأمر فيه نوع فيه خضم كبير، لا ندري هل سيتم الاتفاق بالانسحاب أو سيتم التقدم. هذا ما ستثبته الأيام، يعني هذا ستثبته الساعات القادمة وربما اليومين القادمين. يعني من اسطنبول الصحفي الليبي نعيم العشابي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.